ياسين والقرآن الحكيم. قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. دعواهم فيها سبحانك اللهم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله وخشعت الأصوات للرحمن وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء لو كانوا يعلمون.